بعد نهاية عملية جني الزيتون، الوجهة الأولى المعاصر، علاقة سنوات طويلة من الثقة والتعامل مع أصحابها، وهذا ما جعل السيد محمد خضير يتنقل منذ 9 سنوات من ولاية الجلفة إلى هذه المعصرة بجمعة حريج بتيزي وزو. تروحوا غدار داكين نسي على كونفيونس هورسن، هداوي غازموري وتتخدم من سور بلاس، توجور تساوي غير حاجة العايين. كل سكوى ساعة واحد تورا نافون ابيبري. صافي ديزاني كي انا تخدم. سكوى سار وسكوى سار درنو نرغور سي فلاحن سواطا سي دي جون كي ترافاي سيريوزمون كوريكتمون. ان شاء الله كطري هما انا كتروحوا هذا كي غاسير علي شحنونا كي دابا الدلالي مما قشيش هكذا قشيش الدلالي ذهبني يسطرحي يمشي يسنى حتى كان هذا مما زيدو كظهورهم. انتقاء الفلاحين للمعاصر خلق التنافس فيما بينها وجعل أصحابها يجتهدون لكسب ثقتهم أكثر، فإلى جانب السرعة والنوعية والكمية في عملية العصر أصبح للزبائن قاعات للانتظار. كنت تسند عرنا من كل جهة لولاية تيزي وزو ما من ولاية النظر عجب سن الحال دونك ساعة سنة ماشيين يتم قراني دونك ما دي روح يوم دي جد يا وزن مول يتارجالا السنية ثياوية ما متوضي غلا كاليتي الزيت نكوني نسعى ذاك جمعة ساري جمعة رفث سوامان نسعى فوراج دونك الخمس دي زاناليز نو مينيرال. جني الزيتون من أصعب المهام بالنسبة للفلاحين، لذا نجدهم يختارون أصحاب معاصر يثقون فيهم يسلموا لهم ثمار تعبهم طيلة الموسم.